على حاجة مهمة جدا عندي النهاردة، شوية حاجات كده يعني فيها حاجات من مضحكات المبكيات، بس لازم في بداية حلقتي أحيي الفنان المبدع أحمد كيمو اللي عامل قصيدة للخطيب. وصلتني امبارح شيرتها، لقيت الراجل المحترم ده داخل بيكلمني على الماسنجر، قلت له أنا اللي بشكرك، أنا اللي بشكرك إنك أنت بترسي قيم أخلاقية، راجل زملكاوي محترم، دوروا على القصيدة وشوفوها. بيمتدح، وعلى الأكاونت الشخصي بتاعي أبو المعاطي زكي بالعربي. حاجة رائعة، حاجة بديعة، يتغزل في الكابتن الخطيب وهو مرتدي تيشيرت الزمالك، يمتدح كابتن محمود الخطيب في أخلاقياته وسلوكياته، حاجة رائعة. أنا أراها لو في حد يعني عاوز يدي جايزة العام لأحسن مشجع يديها لأحمد كيمو، راجل مشجع زملكاوي ويمتدح رئيس نادي الأهلي عن قناعة وحب، قصيدة رائعة يتغزل في الخطيب. المهم النهاردة خليكم معايا، لأن هقول لكم على كارثة ماركات الشتوي لنادي الزمالك، وكل الناس عمال يقول لك ده محتاج 2 باك رايت، محتاج 2 مهاجمين، واحد معلول، واحد افريقي. هديك خيبه قويه، خيبه قويه في الميركاتو الشتوي للزمالك، وايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور، وصمود المحترم عمرو الجنايني واصراره على تطبيق اللوائح، وبلفت نظر النادي الاهلي والاعلام كله للي هقوله لكم دلوقتي. ماشي. المهم خلونا ابدا من الانتصار التاريخي اللي حققه النادي الاهلي. الانتصار التاريخي اللي حققه النادي الاهلي بيتوافق مع القضيه المثاره حاليا، وهي رفض التاجيلات، تاجيل المؤجل وتقسيم المقسم وتغيير المتغير وتفنيش المتفنش وحاجه اخر بزرميه. ايه اللي حصل؟ مركز التسويق والتحكيم حكم للنادي الاهلي ب 150 الف جنيه غرامه على اتحاد الكوره في الشكوى اللي قدمها النادي الاهلي في الموسم اللي فات، اللي كل الناس تقول لك ده الاهلي رجع في كلامه ولعب بعد كاس الامم. ما يا حبيبي هو لازم يلعب، خد اجراءاته القانونيه يا بابا. النهارده مركز التسويق والتحكيم بيغرم اتحاد الكوره 150,000 جنيه، النادي الاهلي عمل ايه؟ يفرح؟ قال لك لا، هستأنف على الحكم. ليه؟ لان يجب ان يكون هناك الزام لاتحاد الكوره باحترام اللوائح ومواعيد الجدول ومبدا تكافؤ الفرص، وان المباراه ما تبقاش على الكيف، وانك انت ما تعمليش دوري مضغوط العب فيه كل 72 ساعه فنص لعبت تصاب ويرجع انا اتاثر، والدوري بدل ما يخلص في شهر 6 زي كل الدنيا، والعب كاس امم واعمل انتقالاتي وبيع وشراء واعمل قائمتي الجديده في افريقيا واسوق الناس بتوع 97. قلت لي لا، رئيس نادي الزمالك حلف طلاق، فلازم هنكمل بعد كاس الامم الافريقيه. وبالتالي حصل اللي حصل. النهارده مركز التسويق والتحكيم طلع الحكم بتاعه. ايه القضيه كانت على ايه؟ ان النادي الاهلي كان رافع قضيه في تحديد مواعيد المباريات المتبقيه، قال لك يجب ان تحديد المباريات المتبقيه تخلص قبل 30/6 عشان بطوله كاس الامم الافريقيه. فانت قمت عاملها الناس لعبت لحد 8 عشان ايه؟ عشان حد زعلان ومتضايق ومقموص وحاجات بالشكل ده. ما حققتش مبدا العداله في الدوري، قعدت تاجل للنادي الاهلي، وكانت البطولتين متلاحمتين، بدا يلعب كل 72 ساعه. لما الاخر جه في الكونفدراليه بدا ياجل على مزاجه ومش هلعب، واتحاد الكره يقول له سمعا وطاعه، انا مش هلعب سمعا وطاعه، لحد ما المؤجلات زادت وخلصنا الدوري. عنده فرجاني اساسي مصاب، يقول لك مش هلعب لما فرجاني يخف، واتحاد الكره يسمع الكلام. ودلوقتي قال لك مش هلعب عشان فرجاني مطرود، ما ينفعش العب القمه، وبرده نفس الفكره. فالفكره ايه؟ ان النادي الاهلي كان رافع القضيه دي في مركز التسويق والتحكيم. مركز التسويق والتحكيم قال له انت صح، انت صح يا اهلي انك انت رفعت القضيه دي، ولازم يبقى احترام جدول الدوري، ولازم يبقى احترام مبدا تكافؤ الفرص، واحترام المعايير في اللعب بره وجوه، والفواصل بين المباريات وبعضها زيك انت والمنافس، وان التحكيم يبقى محلي يبقى كله اجنبي يبقى حكايه يبقى روايه، كل الحاجات دي قالها. وان الاهلي قال لك ايه؟ قال لك مراعاه مبدا ان اللي حصل ده الجدول لم يحقق مبدا العداله وتكافؤ الفرص بين الانديه المتنافسه. الزمالك يلعب كل اسبوع 10 ايام والاهلي يلعب كل 72 ساعه. طب ما ده مش عادل، مش عادل. المواعيد المباريات، التأجيلات دون مبرر، عدم مراعاة عملية القيد الخاصة بالأندية المشاركة إفريقيا. جاي قال لك إيه؟ هنأجل القيد للأندية المشاركة في أفريقيا، أهلي وزمالك ومصري وبيراميدز، مستر هنا بوريدة، ثم ما أجلش، فبقيت أنت عليك إنك أنت تعمل قائمتك في 72 ساعة، لا عارف تسوق، ولا عارف تبيع، ولا عارف تشتري، ولا عارف تعمل إيه في مسابقة 97، وبقيت مضغوط وعاوز تخلص بأي شكل من الأشكال. وحصل زنقه في القيد رهيبه جدا، وقال لك ان اتحاد الكوره لم يراعي الفاصل الزمني بين المباريات. ده اتحل السنه دي لما مستر سيد عبد الحفيظ قعد هو وكل مندوب الانديه مع اتحاد الكوره وقال لك عايزين نبقى
الفاصل الزمني واحد لكل الانديه من شرق افريقيا. ما انت ما تقوليش انا سافرت ومش لاقي تذاكر ارجع، مش مشكلتي. مفترض انك انت يبقى عندك، طالما انت نادي كبير يبقى عندك وسائل متعدده للحضور في معاد. فقال ايه الاتحاد المصري السنه دي؟ 4 ايام لو انت مشارك بره، 3 ايام لو انت مشارك جوه، ماليش دعوه تروح ازاي وتيجي ازاي. واتفقوا على المعيار ده، ما جيش بقى بعد شويه غيره، وان قبل النهائي 5 ايام وفي النهائي اسبوع. لكن ما جيش اقعد اغير وابدل واعمل واسوي واقول اصل انا ما لقيتش طيران، اصل عندي كذا، اصل الحكايه كل دي ما تعملش مسابقه ولا دوري محترفين قوي ولا دوري قوي. لكن في الاخر ده امور اقر بيها مركز التسويه والتحكيم، وطعن الاهلي على الحكم ده. انا مش محتاج غرام، انا محتاج انك انت لازم يبقى فيه الزام لاتحاد الكره على احترام هذه المبادئ الرياضيه الثابته في كل الدنيا. مبدا تكافؤ الفرص، الفواصل الزمنيه بين المباريات تبقى واحده على كل الناس، على كل الناس، مش على الاهلي بس ولا على الزمالك بس، على كل الناس. والاسماعيلي لما سافر قال لك مش لاقي تذاكر طيران، اجل الماتش ده عشان هرجع بعد اسبوع. طب ما انت لما بتقعد اسبوع هناك بتتحمل تكلفه ماليه ضخمه، بتتحمل تكلفه ماليه ضخمه. طب انت بتعمل ايه والاداريين بتوعك بيعملوا ايه، وايه البزرامات اللي انتوا ماشيين بيه ده؟ قال لك ان ما كانش فيه التزام بالجدول الذي تم الاعلام عنه، الاتحاد الكوره اعلن جدول وما تمش الالتزام بيه. طب انت ما التزمتش بالجدول هترجع تاني تقول ايه؟ كل شويه بتغير وتبدل. هو ده اللي بيقوله النادي الاهلي، بيقول لك ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. فده قال لك تجاهل الجدول المرسل للانديه متضمن 16 اسبوع، تعمل لي جدول في 16 اسبوع وترجع مع اول اسبوعين ثلاثه رئيس نادي الزمالك يحلف طلاق ما هو لاعب، تقول له سمعا وطاعه، انت ما ينفعش يبقى لك طلاق. يقول لك انا مش هلعب الماتش ده غير لما فلان يخيف، يا حاضر ما تزعلش اللي انت عاوزه. خدت بقى حضرتك؟ فده اللي النادي الاهلي رفع عليه الدعوه. النادي الاهلي لا يطالب بشيء لنفسه، لا يطالب بشيء لنفسه، وانما بيطالب هنا بان المعايير تبقى عليا وعليك. يعني الناس بيقول لك ايه الاهلي على راسه ريشه، الاهلي على راسه ريشه لانه يقر المبادئ، لا المبادئ الرياضيه، تكافؤ الفرص واحترام الفواصل الزمنيه بين المباريات وبعضها وعدم التكدس. لانه قال لك انا كنت بلعب كل 72 ساعه نص الفرقه اصيب، ما هو في ضغط نفسي وعصبي وبدني وكل الضغوط على اللعيب، فبالتالي بيحصل ده، بيحصل ده. فانت النهارده ده اللي رفع عليه النادي الاهلي الدعوه، وده اللي خد بيه الحكم التاريخي. قال لك تجاهل الدوري المرسل للانديه متضمن 16 اسبوع، تاجيلات غير مبرره، الاضرار بكل الانديه، لعب الاهلي كل 72 ساعه مما ادى الى اصابات. فانت بتتكلم في التاخر في اعلان مصير بطوله 97. النادي الاهلي عنده، كان عنده، قعدت اقول لكم عنده 12 موهبه فذه، دلوقتي بقى مضطر انه سابها ببلاش، او سابها تروح لانديه وعمل عقود مع اللعيبه، او هو خلاص بقى مضطر، ما عندكش وقت للتسويق سواء خارجي او داخلي، فانت زنقت الدنيا في بعضها. عشان كده الاهلي لما جاله الخبر الغرامه امبارح 150,000 جنيه وحكم المركز التسويق والتحكيم باللجنه الاولمبيه المصريه، طب لا يروح فين؟ بيروح للمؤسسات الرياضيه، مش هيروح يرفع قضيه على ضرب الجزاء في مجلس الدوله واخد الحكم ومبقاش له لازمه. لانك انت هنا ما ينفعش ترفع على امور فنيه في جهه قضائيه، ترفع على امور فنيه ورياضيه في مؤسسات رياضيه. فانت النهارده رحت فين؟ رحت للجنه الاولمبيه المصريه ومركز التسويق والتحكيم اللي عليه قانون الرياضه. فانت جا خدت الحكم، الاهلي قال لك لا الحكم ده مش كاف، يعني ياخد 150,000 جنيه يعملوا لي ايه 150,000 جنيه؟ انا بتكلم هعمل استئناف لالزام اتحاد الكره باحترام هذه المبادئ. احترام، ما هو السنه اللي فاتت لما كان قال لك ايه؟ هنا ابو ريده لما الاهلي احتج في الامور ده قال لك ايه؟ قال لك تشكيل لجنه برئاسه الكابتن احمد شوبير لوضع لائحه مسابقه الموسم المقبل. احمد شوبير عمل اجتماعات مع مندوب الانديه واتفقوا على صيغه لائحه وعملوها. جه الاتحاد الجديد قال لك مالناش علاقه، هات لائحه السنه اللي فاتت نشتغل عليها، مش هنشتغل على اللائحه اللي عملها شوبير مع الانديه. طب ما ده غلط، ما تشوف اللائحه، اعمل لائحه تتوافق عليها الانديه وتتفق وتتسق مع القيم والمبادئ الرياضيه. ده اللي بيطالب بيه النادي الاهلي، ان يبقى في حكم ملزم للجبلايه، شوفوا بايه بقى؟ بالثوابت، باحترام جدول الدوري المرسل، الا بقى للظرف الامني ده فوق الراس، الاقرار مبادئ تكافؤ الفرص، ان الفواصل الزمنيه بين المباريات تكون واحده،
ان اللهم صل على سيدنا محمد،